مش أي حد مثقف ومتعلم تمشي وراه وتصدقه، لأنه ممكن جدا بمنتهى البساطة إنه يستخفلك ويوديك في 60,000 داهية. وهو ده اللي الأحبار وعلماء اليهود عملوه مع عامة شعب بني إسرائيل. وعلشان تعرف إزاي وتاخد بالك كويس، تعال معايا علشان نشوف إيه الحكاية. وطبعا يا أبو عمو، قبل ما نشوف ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير في الخير وتشترك في القناة لو أنت لسه ما اشتركتش، وما تنساش برضو تشوف الفيديوهات اللي فاتت علشان تفهم الفيديوهات اللي جاية. نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أبو الأعمام في شرح آيات جديدة من سلسلة شرح القرآن. في معلومة لازم تعرفها ليك وللزمن، من 5000 سنة فاتوا الإنسان ابتدى الكتابة، وأول ما الكتابة ظهرت كانت في العراق، أول أرض اكتشفوا فيها أقدم محفورة كتابية في التاريخ، وده معناه إن الكتابة أول ما ظهرت ظهرت في العراق في البلد العريق. وزي ما انت عارف الانسان اكتشف الكتابة علشان يحفظ افكاره ومعتقداته وعلومه من الضياع والتلف، واللي احنا وصلنا له ده كان بسبب الكتابة، وكان لازم العالم يقدم التحية وكلمة الشكر لارض العراق. والحقيقة العالم قدم فعلا التحية وكلمة الشكر للعراق عن طريق تدميرها كليا، دمروا الارض ودمروا الشعب، فهي دي كلمة شكرا وهي دي التحية اللي العالم بيقولها للي بيخدمه واللي كان سبب في اللي العالم وصل له دلوقتي. وانا كمصري من مكاني ده وعلى ارض مصر بقدم كل التحية والاجلال التعظيم والفخر والاعتزاز لأرض العراق ولشعبها رجالا ونساء وأطفال. دمتم للعروبة فخرا وعزة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم دي المقصود بها اليهود، الكلام اللي فات كان عن اليهود والكلام دلوقتي برضو عن اليهود. ومنهم يعني ومن اليهود. أميون، أميون يعني ناس جهلة ما تعرفش لا تقرأ ولا تكتب. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني الناس دي الجهلة اللي ما يعرفوش القراية ولا الكتابة، ما يعرفوش أي حاجة موجودة في التوراة. المقصود بالكتاب هو التوراة. لا يعلمون الكتاب يعني لا يعلمون إيه اللي موجود في التوراة، ما يعرفوش إيه اللي موجود في التوراة من صفات أو من قصص أو 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 أو. إلا أماني يعني إلا كذب، ما يعرفوش أي حاجة في التوراة غير شوية كذب بيقولوا الأحبار وعلماء اليهود. وإنهم إلا يظنون يعني شوية اليهود اللي من عامة الشعب زي الأستاذ كوهين كده اللي ما يعرفوش القراية ولا الكتابة، فاكرين إن الكلام اللي بيقولوا الأحبار وعلماء اليهود دول هو من التوراة فعلا، وده طبعا كذب لأن التوراة محرفة. فعامة الشعب اليهودي ما كلفش خاطر إن هو يتعلم القراية والكتابة علشان يعرف كتابه أو دينه بيقول إيه والتوراة فيها إيه. وفي الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، ما تضايقش نفسك وما تزعلش إن اليهود مش كلهم امنوا بيك، لان اليهود دول فيهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. اليهود دول فيهم ناس ما يعرفوش القرايه ولا الكتابه، فبالتالي مش عارفين ايه اللي موجود في التوراه، ما يعرفوش اي حاجه عن التوراه الا اماني، شويه كذب بيقولوا الاحبار وعلماء اليهود. وانهم الا يظنون، والناس عامه الشعب طبعا فاكرين ان هو فعلا من التوراه. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم. ربنا هنا بيتوعد الأحبار وعلماء اليهود اللي حرفوا في التوراة وضحكوا على الناس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ربنا بيتوعد أحبار وعلماء اليهود اللي حرفوا في التوراة، فويل لهم الناس اللي حرفوا التوراة وكتبوها بأيديهم علشان سلطة أو جاه أو سلطان، ليشتروا به ثمنا قليلا. بعض العلماء قالوا ان الدنيا دي كلها ثمن قليل، وهم كانوا عاوزين الدنيا، كانوا عاوزين اللي في الدنيا من سلطة وجاه وسلطان وفلوس. كانوا هم طبعا علشان احبار وعلماء اليهود كانوا بيسيطروا على عامة الشعب الجاهل اللي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب وما يعرفش ايه اللي موجود في التوراة. وطبعا احنا الكلام ده قلناه في فيديو الجنة من غير ناس ما تنداس، تقدر انك ترجع له. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان احبار اليهود وعلماء اليهود بيقولوا لعامة الشعب من بني اسرائيل او من عامة الشعب من اليهود: اكفروا بمحمد وكذبوه. فدي كانت سلطة الاحبار وعلماء اليهود، زي ما يقولوا للناس يمين يمين شمال شمال. والعذاب مش هيقف عند علماء وأحبار اليهود وبس، لا، العذاب كمان هيوصل للأميون، هيوصل للناس من عامة الشعب اليهودي اللي مكلفوش خاطرهم وتعلموا القراية والكتابة علشان يفهموا الدين بتاعهم بيقول ايه. فبسبب ان هم كانوا جاهلين بالتوراة ده ادى الفرصة للأحبار واليهود ان هم يحرفوا فيها ويضحكوا بيها على الناس. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد اللي كتبوا التوراة بأيديهم او حرفوها، وبيتوعد الناس عامة الشعب اللي مكلفوش خاطرهم وتعلموا دينهم. علشان كده انا كمصطفى من منطلقي هذا بحذرك
وبقول لك اتعلم دينك كويس جدا علشان محدش يضحك عليك، وعلشان ربنا هيحاسبك، ربنا هيحاسبك على انك ليه ما قريتش القرآن، ليه ما اتعلمتوش، ليه ما فهمتش دينك بيقول ايه، ليه تسمح لشوية ناس ان هم يلعبوا في دينك ويغيروا في مفاهيمك، ليه تسمح للناس اللي بيطلعوا يقولوا الحجاب ما ينفعش والحجاب غلط، وعاوزين الستات تقلع في الشارع، وعاوزين الناس تبطل صلاة، وعاوزين الناس تشرب خمرة، واللي بيقول لك اللي بيصلي وفي جيبه حشيش صلاته مقبولة، واللي يقول لك اللي شارب خمرة وبيصلي صلاته مقبولة، ليه تسمح للناس دي يلعبوا في دماغك يلعبوا في دماغ الناس اللي حواليك؟ تعلم دينك كويس وعلمه للناس، ما تسمحش للفساد ان هو ينتشر. احنا ربنا جاب لنا قصص بني اسرائيل علشان نتعظ وناخد العبره والعظه منهم، ما نعملش اللي هم كانوا بيعملوه. لكن باين علينا كده اننا وصلنا للمرحله اللي وصل ليها بني اسرائيل زمان، وهو زمان اخبر انا عارف. فانا عاوز افهمك وافكرك ان اللي احنا بنعمله دلوقتي كمسلمين نفس اللي عملوه زمان بني اسرائيل. لا مؤاخذه يا استاذ كوهين، لا مؤاخذه يا حبيبي. لا لا ولا يهمك يا حبيبي، كمل كمل، ده انت بتقول حكم. المهم يا ابو الاعمام، احنا دلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، وبرضو يا ابو عمو لازم افكرك وفهمك ان الفيديو لو عجبك واستفدت منه معلومات دينية اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يطلع للناس. برضو ما تنساش تعمل له شير في الخير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، استفيد وفيد غيرك. واشوفك ان شاء الله في شرح ايات جديدة، واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شالوم كوهين، عاوز مني حاجة؟ تسلم يا ابو الدرويش، تسلم يا حبيبي، اشوفك على خير بقى. شالوم كوهين، شالوم يا حبيبي، شالوم يا حبيبي، شالوم. تعالى الله، تعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني.